السلام عليكم عليا الاولى. من زينك قالب في هاد البلاد. الله يخليك لينا. هذا ماشي اشهار ديال السكر، هذا اشهار ديال القالب. كتعرفوا داك السيد اللي صوتوا عليه وقلب عليكم وجهه؟ ها انتخابات قربت وغادي يرجع وغادي يقول لكم يرحم الوالدين، صوتوا علينا، احنا الحزب ديالنا حزب نزيه، وان شاء الله احنا ناويين نخدموا البلاد. وبالصح ناويين يخدموا البلاد ويخدمونا حتى حنا. احنا ان شاء الله غادي نوصلوا الصوت ديالكم. زعما انت ميكرو. وان شاء الله تيقوا فينا وغادي نبدلوا بزاف الحوايج في هالبلاد السعيده. وبدل حوايجك يا مسخوط الوالدين، نفس اللبسه ماجي فيها، باغي تطبق نفس القالب. على اي الا بغيتو القالب يستمر ديروا كروه وحطوها في الصندوق، وهانت ساهمتي في بناء قالب ديال المستقبل. واش بد يلا سيدي ربر. القالب مفرد، كاينين الجمع، الجمع القوالب. هاد القوالب هما اللي عايشين بهم بزاف ديال عباد الله، ومن هاد الناس انت. وانا باش ما يبقاش فيك الحال. يلا ايوا صافي، يلا ما يبقاش فيك الحال، يلا صافي يلا. بس ما تسي كل شي عايش بالقوالب، الا ما تيقتنيش سول مقدم. الحمد لله انت تقول بتيها في بلادك في المغرب، كاين سيدي الناس اللي تقولبت في الدنيا كلها، سول جدك. على اين هذا موضوع طويل. انا فيا ما نهدر على انواع واشكال ديال القوالب اللي تقولبنا فيها واللي عاد غنتقولبو فيها، ولكن اللي خاف نجسي محمد. على اين عندك تمشي دير شي جيم ولا دير شي ابوني ولا دير شي تعليق وتقول قول بناك؟ افهمت يا سي محمد؟ تحياتي.